والله أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة. قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعم قناتي بلايك وشير واشتراك، وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: أنا شادية مدرسة أعيش مع أمي بعد وفاة أبويا. أخويا الكبير أتزوج وأخويا اللي أصغر منه كمان أتزوج. رفضت كل عريس يتقدم لي عشان أعيش مع أمي المريضة وأساعدها بأمور حياتها، لأن كل واحد من أخواني لاهي في حياته ويقول بيتي وأولادي أولى من أي أحد. ولما كنت أحتاج فلوس لعلاج أمي أخويا الكبير يقول لي أنا ما عندي فلوس، وصرت أستلف من كل الناس عشان أعالج أمي اللي أقل قيمة علاج لها بتعدي 1000 جنيه. أنا مدرسة وما عندي غير الراتب حقي اللي يدوب يكفيني لين نهاية الشهر، ومعاش أبويا مو كثير. قعدت 5 سنوات في السلف، وأكيد أي أحد يسلفني يبغى فلوسه، وعلاج أمي كل ماله بيزيد، وأخويا الصغير كل فين وفين يساعدنا بمبلغ، شغال سواق أوبر. أنا عارفة ظروفه، أخويا الكبير محاسب وظروفه حلوة بس ماسك على الفلوس، أهم حاجة عنده زوجته وعياله. كنت شغالة في مكان يبعد عن بيتي نص ساعة بالسيارة، وكنت مقدمة على طلب نقل. قعدت فترة طويلة وما جاني النقل، قدمت أوراق أمي بعدها وافقوا على النقل، واتنقلت في مدرسة في نفس شارع بيتي. الحمد لله كده وفرت فلوس المواصلات، يعني أقدر أسدد جزء من الديون اللي عليه. أنا كنت جميلة ومحبوبة، صاحبت واحدة زميلتي اسمها إيمان، حبيتها مرة، إنسانة طيبة وأصيلة. صرنا صحبات وحكيت لها عن كل مشاكلي مع أخواني ومع أمي وعلى الديون اللي علي بسبب علاج أمي والمصاريف. إيمان فاتحة سنتر للدروس الخصوصية، أقنعتني إني أنا كمان أدي دروس معاها. قلت لها ما أقدر أسيب أمي، قالت لي لا تخافي أجيب لك وحدة تقعد مع أمك إلين ما تخلص الدروس وتروحي، ولو تبغي تروحي لها كل شوية عادي تطمني عليها وترجعي. اقتنعت وبدأت أعطي الدروس معها، ومن هنا نقدر نقول اتفتح لي أبواب الدنيا الحمد لله. في أقل من شهرين سددت الديون اللي علي كلها، وعالجت أمي عند أحسن دكاترة. بس الفرحة ما كملت، أمي توفت بعد ما صرت أقدر أعالجها. دخلت في اكتئاب شديد، ما لي أحد غير أمي، أخواني كل واحد في وادي، وقعدت أرفض العرسان عشان ما أسيب أمي لحد ما صار عمري 39 سنة، والعرسان ما في أحد بيخبط على بابي. وفجأة لقيت أخواني داخلين علي، افتكرت أن أخواني خايفين علي لأني قاعدة لوحدي وجايين يواسوني. أخوي الكبير يقول الشقة دي إيجار قديم وصاحبها كلمنا ورح نتنازل عليها. انصدمت، قلت لهم أنتم مالكم ومال الشقة، أبويا باع الأرض حقه وجاب لكل واحد فيكم شقة تمليك، أنتم تبغون تأخذون الشقة ليش؟ تبغون تاخذون الشقة اللي انا عايشة فيها وترموني برا، وهذا مو من حقكم. قام اخويا رد علي قال لي لقي 300 ألف، خذيهم بشرع ربنا. اروح فيهم فين؟ ولا رح يجيبوا لي شقة، فين رح اروح بعد ما نتنازل عن الشقة اللي عشت فيها عمري كله، وهي اساسا مش من حقك انت وهو. خلاص انتم ابوكم اشترى لكم شقة وما دفعت فيها ولا جنيه، وكله من حق ابويا، يعني الحين انتوا لما تطلعوني من هذه الشقة انا رح اجي واورث فيها معاكم ولا رح اتنازل، ولو غصبتوني اتنازل عن الشقة هذه رح اجي اعيش معاك في شقتك. قام رد علي وقال لي انا شقتي على قدي انا وعيالي وزوجتي، اجري لك شقة صغيرة على قدك. قلت له طيب ابوك اللي دفع كل الفلوس اللي حيلته في شقتكم، وقال لكم انتم عليكم تزوجوا اختكم، حتزوجوني يا اخويا؟ قال لي أجوزك مين يا عانس؟ الحين أنت قاعدة تستني عرسان وأنت عمرك 39؟ أجل لو ما كنت بايرة وعانس إيش راح تسوي؟ أبوك شار الشقق أيام ما كانت رخيصة، وأنت الحين عمرك 39 والعريس ما راح يطالع في وجهك أبدا، وإذا مرة ميت على الزواج قاعدة تشتغلي وبتدي دروس، حوش لنفسك فلوس وجوزي نفسك. وكنت على طول أسمع كلمة بايرة وعانس من الناس الغريبة، وأول مرة أسمعها من أخوي، بس ما كنت أتوقع في يوم من الأيام أنه أخوي هو اللي يقول لي هذه الكلمة. أنا صحيح بايرة أو عانس زي ما أنت بتقول، بس بورت نفسي عشان أقعد مع أمك المريضة اللي أنت يا راجل وابنها الكبير سبتها ورحت تحت رجل مراتك،
تمشيك بكلمة وخليتك ما تصرف جنيه على مرض أمك، وخليتنا نستلف من أي أحد. ما رح أقول اللي يسوى واللي ما يسوى، عشان عمري ما طلبت من أحد جنيه إلا وأعطاني إياه. أنا عمري ما كلمتك على جنيه في علاج أمك، والحين جاي ومسوي إنك راجل وتبغى الشقة. قام أعطاني كف على وجهي. أخوي الصغير قام وشده وقال له سيبها، أنا ما رح أتنازل، وهي حتفضل عايشة في الشقة لحد ما تتزوج وبراحتها، إحنا كل واحد عايش في شقته، أنت كمان جاي حتعمل رباطية عليها؟ قام قال أخوي الكبير أنا من اليوم ما عندي أخوات، وكده كده حتنازل عن الشقة وهي حتترمي برا. يا جماعة ما كنت عارفة إيش أسوي، بس إيمان صاحبتي جت لي وقالت لي ما في حاجة تخرجك من الجو ده غير إنك تنزل الشغل وترجع تدي الدروس، ما في حاجة حتساعدك بعد ربنا غير الفلوس اللي تاخديها من شغلك، ما في حاجة مضمونة. سمعت كلامها ونزلت الشغل، اشتغلت وما كنت أروح البيت إلا على النوم. أروح أسوي إيش؟ أفضل قاعدة لوحدي ووجهي بوجه التلفزيون وأفتكر الهم اللي أنا عايشة فيه. أمي اللي كانت قاعدة معايا راحت، وما في زوج وما في ولا طفل صغير. الساعتين اللي بالليل كانوا يعدوا علي كأنهم 24 ساعة من كثرة التفكير، وكنت أحسن حاجة أسويها وبتريحني إني أقوم أصلي وأدعي ربنا يهون علي ويعوضني خير، وافتكر كلام أمي وهي بتقولي إن شاء الله ربنا حيعوضك خير على اللي بتعمليه معايا. رحت ثاني يوم المدرسة، لقيت إيمان صاحبتي بتقولي وقعيلي عشان أنا أروح أجيب أخويا من المطار ورح أجي. وقعت عنها وشلت أنا حصصها، وخلص اليوم الدراسي ورحت اتغديت وأخذت شاور ورحت استنتر عشان أعطي الدروس الخصوصية. إيمان اتصلت علي وقالت لي اعملي حسابك حتروحي بدري من السنتر اليوم عشان رح أعزمك على عشاء برا. خلصت ورحت جهزت نفسي وأرسلت لي العنوان، رحت لها على المكان ولقيتها قاعدة مع أخوها. قعدت معاهم وتكلمت معاه، طلع مثقف ومحترم جدا زي ما يقولوا، ما في ولا غلطة. إيمان قالت ده أخوي محمد، كان شغال في أمريكا مدرس إنجليزي بس رجع وراح يستقر هنا وحيعطي دروس معانا في السنتر. أنا فرحت من جوايا ومو عارفة ليه، واللي عارفته إنه هو مو متزوج وهو أكبر مني بسنة. إيمان كانت كلمتني عنه وعارفة إنه مو متزوج وما بتعجبه أي وحدة، فأكيد ما رح يعجب فيني أنا. المهم قعد معانا في الدروس وكل يوم أقابله وعلاقتنا بدأت تتطور وأخذنا على بعض شوية، وبعد أسبوع واحد لقيته يطلب يدي، كانت مفاجأة بس والله بدون تردد وافقت، وقال لي أنا عارف إنه في مشاكل على الشقة اللي أنت فيها وأنا رح أعمل لك مفاجأة جميلة جدا، وقال لي أنا رح أروح لإخوانك وأطلبك منهم رسمي. بس أخوي كان له رأي ثاني، قال أنا ما عندي أخت، تتزوج ولا ما تتزوج مالي فيها، وانت تتزوجها ليه وهي داخلة على 40؟ اكيد انت مدرس كحيان زيها وعينك على الشقة. طالع فيه وسابه ومشي، وقام قال لي على اللي صار بينه وبين اخويا، وقال لي فرحنا رح يكون اول الشهر الجاي. انا مستغربة، نتزوج فين وانا لسه ما جهزت حاجات كثير، وانت حتتزوج فين وانت قاعد مع اختك في بيتها؟ قام قال لي الشقة اللي احنا حنتزوج فيها مفاجأة لك، وما ابغى منك اي حاجة، انا جهزت الشقة من كل حاجة. بعد اسبوعين قال لي تعالي نروح نشتري شوية لبس لي ولك، وخرجنا واشترينا لبس جميل. كنت مفكرة انه رح ياخذ اللبس على بيت اخته، فقام قال لي لا اللبس في بيتك انت، ودي كانت المفاجأة لي. اشترى العمارة كلها من صاحبها. بعد ما تزوجنا اعطيت مفتاح الشقة لصاحب البيت اللي هو زوجي مع العقد اللي امي كانت مخبيته، عقد الايجار القديم اللي مكتوب فيه بعد ما تتزوجي يا بنتي اعطي المفتاح ده لصاحب البيت من غير ما تاخذي منه ولا مليم، دي شقته وحقه، واخواتك اخذوا حقهم، وانت ربنا رح يرزقك ويعوضك خير عمرك ما كنت تتوقعيه ان شاء الله. ودي كانت صدمة لاخواني، تخيلوا جو قالوا لي انت كيف تتنازلي على الشقة وتسلمي له العقد من غير ما تقولي لنا، ولما سألناك عن العقد قلتي مو عارفة هو فين. المهم طنشت، وكانت هدية فرحي ان زوجي كتب شقة امي باسمي بيع وشراء. الحمد لله انا ما تركت امي في مرضها، وكانوا بيعايروني بالبايرة والعانس بس ربي عوضني خير بسبب دعوة امي. بس والله انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، وإذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستغرام.